السلام عليكم، احنا الواتي شنو احوالكم مع السفر؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو اليوم نزولا عن طلب الاخوات، نقترح لكم وجبه صيفيه متكامله لذيذه يمكننا ناخذوها معنا للنزهات للبحر والخرجات للطبيعه، سهله سريعه ولذيذه جدا. نحتاج على بركه الله في الوصفه نقبطوا اي اناء، نوضعوا على النار، نوضعوا فيه قطرات من الزيت واي اعشاب مناسبه متوفره السيده. بالنسبه لي نستعمل لي زارب دو بروفانس، نستعمل شويه زعتر وورقة سيدنا موسى او اي اعشاب مناسبه حبات. نضيفوا رشه ملح، تبقى على حسب الذوق. ثم من بعد ذلك نضيف اي نوع لي بات او مكرونيه. بالنسبه لي غنستعمل هذه ديال الرسول. دائما البنات نتحراو اش كيكون مكتوب وراء العلبه، لان كتختلف النوعيه ديال لي بات سواء في طريقه السلق او في مده السلق. تنوضعوا لي بات ديالنا حتى يتسلقوا كيف ما كيكون مذكور في العلبه. من بعد ذلك تنصفيهم وبيان سور تنشلوهم بالماء البارد باش ينزلوا لاميدون او النشا ديالهم. في هذا الاثناء نمروا لتحضير الدجاج. نقدم لكم وصفه ولا اسهل تحضير نوغات الدجاج، تيجيو هائلين جدا سراع ولذاذ. نحتاج على بركه الله التشيبس، اي نكهه. بالنسبه لي اختاريت الموطارد لانه تيتواتى مع الدجاج. يمكنكم تستعملوه بنكهه الثوم او الحار او اي تشيبس. ثم الدجاج نكونوا مقطعينه هكذا على شكل دي نوغات. طريقه سهله للغايه. نحتاج العلبه بلاستيكيه، ويمكن السيده اللي كانت عندها كونتيتي كبيره من الدجاج في نفس العلبه ديال التشيبس ما كايناش تعملها في بلاستيكه اخرى. نقوم بوضع كميه من التشيبس، وكيف ما قلت لكم النكهه تتبقى على حسب الذوق. يمكن السيده تستعمل غير الناتور اللي بدون نكهه، يمكن تعمل بنكهه الثومه الحار او المطرد كيف ما عملت انا. ما شاء الله في الكوميرس كاينين عده مذاقات عده نكهات، كل سيده تاخذ على حسب ما حبات. تنغلقوا على التشيبس في البلاستيك وتنحاولوا نتكوا عليها هكا بالرغولو او بالمدلك، ويمكن السيده غير يدويا. فهو بما انه كيكون مقرمس بزايد هاد التشيبس فهو تيعطينا الطوع بسرعه وتيتفتت لينا. تنستمروا بنفس الطريقه حتى كنفتوه تماما. من بعد ذلك ولا اسهل تنقبطوا هذوك القطع ديال الدجاج، تنوضعوهم مباشره في البلاستيك. وهاد القطع الدجاج ما ضفنا لهم حتى حاجه، حتى تتبيله، يعني ولو الملح، لا ملح لا ابزار لا حتى شيء، يعني طبيعيين. تنوضعوهم كيف ما تنعرفوا تشيبس يكون مالح كفايه وتيكون متبل كفايه. وتنحاولوا نلعبوا بالبلاستيكه بهذا الشكل حتى تلبس جميع قطع الدجاج ويلصق فيها تشيبس. تنحصلوا على نوغات بهذا الشكل كيف ما شفتوا، تيتلبسوا بشكل تام وفوق زيت ساخن. تنوضعوا هاد القطع ديال الدجاج وتنخليوها تتحمر. ملي تتحمر من الجهه الاولى تنقلبوها الجهه الثانيه. تشيبس يعطيها قرمشه هائله جدا ومذاق ولا اروع. كنظن ان هذه هي اسهل طريقه لتحضير لينوغات. بالنسبه للبات من بعد ما تسلقات لينا صفيناها، كل سيده وتعمل اللي موجود عندها في الثلاجه. بالنسبه لي عملت خيام قطع مربعات، جزر مبشور، عندي فجل، عندنا كورنيشو، لينوغات، الذره، المعلب او المايس، طوماط سوغيد. يعني كل سيده تعمل غير اللي موجود عندها، يعني بلا ما تكلف عليها نفسها. تنحتاجوا علبه بلاستيكيه من الاحسن، لان فوق ما تنعملوا علب زجاجيه تكون ثقيله وماشي بخاتيك. وكيف ما تنعرفوا كلنا ان البلاستيك مضر بالصحه، في الحيله ديالي هو اني تنعمل ورق الخاص بالطبخ. تنحاول نوضعه في قلب العلبه البلاستيكيه باش ما يكونش كونتاكت مباشر بالاطعمه مع البلاستيك. البلاستيك هو خفيف وبخاتيك، لكن كما كلنا تنعرفوا انه مضر بالصحه. تنعملوا الجزر والخس كطبقة أولى، ثم تنضيفوا الخيار وكورنيشو والبصل المحمض. بالنسبة للسيدة اللي ما حبتش بعض من هاد الخضروات يمكن تستغنى عليها، يعني تتعمل داكشي اللي متواجد ليها وداكشي اللي تيبغي وليداتها. هاد السلطة بلي بات يعني صالحة بجميع أنواع الخضروات. تنضيفوا حبيبات ديال البجل، تنضيفوا الذرة المعلبة أو المايس،
حنا تنخلطوا باش ينسجموا كل المكونات مع بعضياتها، نخلطوا جميع المكونات ما عندها ما يوقع ليها، سوف ان ما نعملوش الصلصه لان الصوص هي اللي كتدبل لينا الخضروات. تنضيفوا الطماط سوغيس او الطماطم الكرزيه، انا البنات كنصحكم وكنفضل اني نعمل الطماطم الكرزيه على الطماطم العاديه، لان الطماطم العاديه تنضطروا ان نقسموها ونفتحوها فبالتالي تتحماض وتطلق الماء ديالها. بالنسبه للطماطم الكرزيه تتبقى مجموعه وقابطه في راسها، يعني هي براتيك للخرجات. تنضيفوا لي بات او المعجنات اللي سبق وسلقنا وتنخلطوها مع باقي المكونات. تنضيفوا لي نوكات دجاج، يعني كان طبق متكامل تنجمعوا فيه جميع المكونات اللي غادي نحتاجو للوجبه كيف ما تنعملوا في سلطه سيزار، يعني ما كنكثروش علينا كثره الاواني، اناء فقط وتيكون طبق متكامل. ثم من بعد ذلك تنضيفوا كاوكاو مملح، صدقوني البنات هذه الاضافات تعمل فرق كبير دائما في جميع انواع البات او سباغيتي. نضيفوا كاوكاو مملح تعطي مذاق هائل جدا. وبالنسبه للصوص انا استعملت فينيغريت، عملتها في هذه العلبه وغادي نعملها وسط العلبه اللي وضعت فيها الوجبه، ثم غادي نغلق عليها ودائما العلبه تكون كتغلق باحكام. والطبق عندي جاهز ومتكامل. ثم غادي نحتاج بالنسبه للديسير هذا المادلين المغربي، سبق وقدمته لكم، ان شاء الله نوضع لكم رابط تحضيره اسفل الفيديو. كنتمنى تستافدوا من هذه الحلقه وتاخذوا ولو فكره بسيطه في التحضير طبق متكامل في اناء واحد سريع للخرجات والنزهات، والبنات اللي كانوا رغبوني انهم يلقاو المبتغى ديالهم. كنشكركم حبيبتي للمشاهده، ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو، اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويضغط